مرحبا، يسعد أوقاتكم. وصفتنا اليوم جدرة بالرز مع المخلل واللبن. يلا نبدأ التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدنا كوبين من الرز المصري، كوب عدس مجدرة. نغسل الرز جيدا حتى نتخلص من النشا. ننقع الرز بالماء، نضع عليه ملعقة كبيرة من الملح. نغسل العدس جيدا. ما ننسى ذكر الله وإحنا نطبخ، وما ننسى نقول بسم الله في كل خطوة. نرفع الطنجرة على النار ونسلق على الأعدس. عندما يغلي العدس نضيف ملعقة كبيرة من الملح، ونضيف الزيت حسب الحاجة. العدس سوى، نصفي الرز من الماء. ونضيفه فوق العدس. يغلي غلوتان ونخفف النار. نغطي الطنجرة تقريبا، ننتظر ربع ساعة تقريبا تستوي المجدرة. نلاحظ الرز في قرطة، نساوي حفرة بالوسط ونضيف قليل من الماء، ونغطي الطنجرة على نار هادئة حتى ينضج الرز. هاي المجدرة جاهزة، طفي النار. والصحة وألف عافية. نقدم مع هذه الوصفة المخلل والزبادي. بتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنسونا من اللايك واشتراك بالقناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. جربوا هالوصفة، طيبة كتير كتير. وأترككم بأمان الله وحفظه. تحياتي لكم سفرة آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.